السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. قبل ما نبدأ الوصفة بغيت نشكركم كثيرا على سؤالكم عليا وعلى الرسائل الطيبة. بصراحة فرحت بزاف للقيت ناس طيبين بحالكم، لهلا يخطيكم عليا. دابا راني وليت أحسن من الأول الحمد لله. وصفتنا اليوم هي حلوة الجبن بالفلان والمندارين اللي تنهديها لوالدتي بمناسبة عيد ميلادها، تتبغي بزاف هاد الحلوة. عيد ميلاد سعيد حبيبتي ماما جاكلين، تنبغيك بزاف وتنحماق عليك يا أحسن أم في الدنيا. والآن نمروا للمقادير إن شاء الله. 250 غرام سكر، 250 غرام زبدة، 4 بيضات، مندارين معلب، 2 خنيشات من فلان الفالينلا، و 500 غرام من الجبن الأبيض. ندوزو دابا للطريقة إن شاء الله. أول خطوة ناخدو المندارين ونمدوه في الدقيق من بعد ما نكونوا صفيناه مزيان. ناخذ السكر والزبده ونطربوهم مزيان مزيان. من بعد نضيفوا البيض ونستمروا في الخفق حتى يتضاعف الحجم. من بعد نضيفوا الجبن ونخفقوا الخليط جيدا. ثم نضيف الفلان ونستمر في الخفق. في الاخير نضيفوا المندارين، نخلطوا غير بشويه وبمعلقه الخشبيه او معلقه عاديه. بغيت نقول لكم ممكن استبدال المندارين بالخوخ او المشماش المعلب، ويمكن عمل هذه الحلوه بدون فواكه. اللي بغيت ناكد عليه هو انه المندرين ولا الخوخ ولا المشمش خصو يكون معلب، ما تجيش معاه الفواكه الطريه. نوضعوه في مول مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. وضعوه في فرن ساخن على درجة 180، والوقت على حسب الفران ديالكم، تقدر تاخد 30 دقيقة، تقدر تاخد 45 دقيقة. هذا هو الشكل ديال الحلوة من بعد ما بردت، زوقتها بالعسل والكوك. نتمنى تعجبكم الوصفة وتنال رضاكم، ونتمنى تشاركوا في قناتي والضغط على الجرس للحصول على وصفات جديدة بإذن الله تعالى. مع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.